أجل أن نقدم خدمة متميزة لأبناء شعبنا وأن نخفف التحويلات الطبية اللي بتكلفنا مبالغ عالية. أعتقد أنه اليوم هذا القسم إن شاء الله سيكون إضافة نوعية للخدمة الطبية في فلسطين. مبروك وكل عام وانتم بخير. هي خطوة جديدة على طريق تطوير القطاع الصحي، افتتاح قسم القسطرة الطرفية في مجمع فلسطين الطبي، والذي يحتوي الجهاز الأول من نوعه في فلسطين لإجراء عمليات القسطرة الطرفية، والتي سيكون من شأنها التقليل من نسب بتر الأطراف وتشخيص وعلاج انسداد الأوعية الدموية. احنا سعيدين جدا اليوم لأن رح نفتتح هذا الخدمة الهامة جدا، وهو قسم القسطرة الأطراف، وبالتالي هذه كتير كتير مهمة، لم لأول مرة تفتح وستقدم إلى الجمهور الفلسطيني في القطاع الحكومي، وهذا سيخدم كافة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. هذا القسم يعني إنقاذ أرواح، إنقاذ أيدي وأرجل قد تحتاج إلى البتر. هذا الجهاز سيوفر حياة كريمة لآلاف بل مئات آلاف من مرضانا. 6 ملايين دولار هي الميزانية التي رصدت لهذا القسم بتمويل من الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله، الذي يقوم عليه أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان جراح القلب الفلسطيني في الولايات المتحدة رجاء خوري على رأس البعثة التي قدمت لافتتاح قسم القسطرة الطرفية في رام الله. مستشفى رام الله بما أنه مستشفى موجود في منطقة حساسة كل الشعب الفلسطيني بيستعمله يعني، فإحنا حاطين كل قوتنا فيه تنخليه يكون من أحسن وأحدث المستشفيات الموجودين بالمنطقة العربية. إحنا نفتتح لأول مرة القسم الجراحة هذه القسطرة، وهذا جبنا أحدث المعدات لتقوية المستشفى. الشكر لكم جميعا لأنكم أنتم على مدار 60 سنة الماضية رحت على أمريكا جسدا وبقيت في فلسطين قلبا وعقلا. التحية لأبناء رام الله، والتحية لكل فلسطيني مغترب، لأنه الوطن جغرافيا والوطنية انتماء، ولم يغادر الوطن قلوبكم ولا عقولكم. هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الاتحاد الأمريكي لأبناء رام الله، التي ساهمت بدعم المستشفيات الحكومية، فمنذ 60 عاما وجهود الاتحاد مستمرة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني من النواحي المادية، إضافة إلى جلب الوفود الطبية التي ساهمت في علاج آلاف المواطنين وتدريب الطواقم الطبية.